مشاهدينا الكرام، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المساعدات التي يتم إسقاطها جوا على قطاع غزة تحدث بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات إدخالها برا، وأضاف أن بلاده حريصة على أن يظل معبر رفح مفتوحا طوال اليوم لإدخال المساعدات الإنسانية وأن لا يتم إغلاقه على الإطلاق. في كل المساعدات اللي اتقدمت ما حدش بيقول دلوقتي ليه المساعدات بتخش في اسقاط جوي، ما بتخشش ليه من المعابر؟ مش انا قلت لكم من الاول ان احنا في مصر حريصين على ان احنا المعبر يفضل مفتوح 24 ساعه، واي فرصه لينا ان احنا يعني المساعدات اللي بتجيلنا او حتى من عندنا تدخل باي حجم طالما المعابر مفتوحه. والناس كانت كلها يقول لك ايه، لا ده كلام، مش احنا يعني كلام ان ده مش حقيقي، لا المعبر بتقفل، وانا قلت لكم المعبر ما بيتقفلش. حول هذه التصريحات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انضم الينا عبر الانترنت من القاهره اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الامنيه والاستراتيجيه. سياده اللواء احييك. لعل السؤال الذي يثار عندما تسمع هذه التصريحات، وللحقيقة هي ليست جديدة، هي من بداية الحرب على قطاع غزة أن المعبر، على الأقل المعبر، أنا أتحدث عن المعبر المصري الفلسطيني، لم يغلق أبدا في وجه المساعدات، من يقف حائلا هو الاحتلال الإسرائيلي. لكن بعض الناس يقولون أن ما دامت بعض الدول، وحتى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر طبعا والإمارات وقطر وكل الدول التي والأردن تقوم بإسقاط جوي عن طريق الجو، بالتأكيد إسرائيل هي من تسمح بعمليات الإسقاط الجوي ودخول هذه الطائرات العسكرية في هذه المنطقة الجوية. طالما إسرائيل بتسمح بذلك، لماذا لم تسمح بفتح المعابر، ولماذا لم تسمح بإدخال المساعدات عن طريق معبر رفح؟ هل هناك إجابة منطقية في هذا السياق؟ أهلا بك يا أستاذ أحمد، وأهلا بك مشاهدينك الكرام. الحقيقة دي إشكالية منذ بدء الأزمة، هناك عراقيل تحول دون وصول المساعدات عن طريق الطرق البرية، هناك عشرات الآلاف من الشاحنات على أمام معبر رفح وحتى مطار العريش موجودة حتى الآن، ولكن هناك عراقيل إسرائيلية وإصرار إسرائيلي وأمريكي كمان، وبقولها لحضرتك، وأمريكي للحيلولة دون دخول هذه المساعدات من خلال الطرق البرية. ثم فوجئنا خلال الفترة السابقة في نسميها مظاهرة جوية واستعراض جوي لبعض الدول وهي تسقط المساعدات عن طريق الجو، وطبعا على الرغم من أن هذه الطريقة ليست مثالية لأنها مكلفة للغاية، طلعت الطائرة مكلفة للغاية، وكما أن حجم المساعدات بسيط، لكن هذه الطريقة قبلت بها الولايات المتحدة الأمريكية وقبلت بها كمان إسرائيل ووافقت عليها. وزي ما حضرتك تفضلت، ما حدش هيقدر يدخل لهذا المجال الجوي إلا بتصريح أو تصديق من إسرائيل. ربما هذه يعني الشحنات عن طريق الجو الغرض منها، ربما يكون الغرض منها، وده واضح انه يكون نوع من انواع الدعايه السياسيه تعبيرا عن تضامن بعض الدول العربيه مع الازمه الانسانيه، ولا اقول القضيه الفلسطينيه، مع الازمه الانسانيه في فلسطين. كمان الغرب يشجع على هذا برضو لكي يغسل يده من الإشكالية الكبيرة. كمان هي فيها نوع من تشتيت الانتباه عن الأزمة الحقيقية، وهي عملية التجويع المتعمد لشعب غزة وجعل الحياة مستحيلة. المجتمع الغربي يريد أن يستغل هذه يعني هذه الحالة لإظهارها إعلاميا والترويج لها إعلاميا، وأنه لا يوافق أبدا على تجويع الشعب، وأنه مع الحقوق والمبادئ التي ينادي فيها في مبادئه وفي مواثيقه. للأسف أن كل هذه النداءات هي كانت نداءات على الورق فقط، فمواثيق حقوق الإنسان اللي كتبها الغرب من 75 سنة للأسف رماها
تحت أقدام دماء شهداء طيب غزة. ويعني هناك أزمة سيادة اللواء، يعني عفوا أنا طبعا سامحني للمقاطعة، لكن بحاول أستفيد من وجود حضرتك أقصى استفادة في ظل قيد الوقت، يعني كما يقولون. قلت نقطة مهمة في البداية لافتة جدا للنظر، قلت أن أمريكا هي أيضا حريصة على عدم إدخال المساعدات عبر المعابر وعبر معبر رفح. هل أفهم من كلامك أن أمريكا تضغط على مصر في هذا السياق ألا تدخل أو ألا تدخل مساعدات عن طريق معبر رفح؟ فكرة الضغط غير واردة، ولكن أنا ممكن أخلق ظروف معينة من خلال إسرائيل، لأن من الصعب أنه هو يدي تعليمات بهذا الشكل إلى مصر لم ولن تقبل. ولكن من خلال يعني تشجيع إسرائيل على استمرارها في عدم دخول مساعدات، سيد أحمد لا ننسى أن دعم الأمريكي المتواصل، لا ننسى أن في حوالي 2000 جندي أمريكي بيحاربوا مع القوات الإسرائيلية، هناك مستشارين على أعلى مستوى بيدوا النصائح والخبرات في غرف عمليات الجيش الدفاع الإسرائيلي، هناك جسر جوي أمريكي لإسرائيل الحقيقة لم يحدث في تاريخ أمريكا بالكامل، هناك مخازن أمريكية مفتوحة للمجهود الحربي الإسرائيلي، حتى المخازن الاستراتيجية في تل أبيب الأمريكية اللي موجودة هناك ودي مقسمة إلى شرائح ألف وب وجيم مفتوحة للمجهود الحربي الإسرائيلي. إسرائيل هي من استخدمت الدبلوماسية القهرية لقهر شعوب المنطقة وتحييدها تجاه هذه الأزمة وتجاه عدم تأييدهم للمقاومة الفلسطينية. ما فيش حد تدخل في هذه الأزمة حتى من الدول الإسلامية، وكله الحقيقة يعني واضح، احنا يعني ما فيش حاجة بتخفى في ظل وجود عولمة وفي ظل وجود يعني التقدم التكنولوجي في شبكات الاتصالات، كما أن أمريكا كمان لا تخفي منذ اللحظات الأولى، وهي من يعني استخدمت أو عبرت عن وجود قوات عسكرية لها وانتقال حاملات طائرات وغواصات نووية إلى المنطقة لترهيب المنطقة وجعل الدول الجوار تحيد عن هذه المشكلة ولا تنحاز إلى طرف دون آخر. يعني لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء كبير. وكمان تأكيدا لكلامي أن هذه الأيام هناك حديث عن ميناء يقوم ببناءه الجيش الأمريكي وخط بحري من أوبروس إلى غزة. هذا المشروع الحقيقة تم طرحه منذ 10 عوام تقريبا في 2014، وإسرائيل كانت بترفضه شكلا وموضوعا، ثم تم طرحه في نوفمبر الماضي ورئاسة الوزراء الفلسطينية رفضته شكلا وموضوعا، لأن هذا المشروع في ظاهره مساعدات إنسانية، ولكن في باطنه العذاب، في باطنه عملية تهجير. ولكن هنا دعني أقول أنه خلال الفترة القادمة سوف يكون هناك تهجير، ولكن تهجير طوعي وليس تهجير قسري، بمعنى خلق ظروف حياة قاسية للغاية في غزة مع التشجيع من خلال سمسرة ومن خلال شركات ومن خلال هذا الجسر البحري، تشجيع الفلسطينيين على مغادرة الأراضي. يعني وكأنك تقول أن الهدف الأساسي من الممر البحري أو من الميناء العائم هذا الذي ستنشئه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى هو تشجيع الفلسطينيين والضغط عليهم للهجرة، لكن هذه المرة ليس إلى مصر ولكن إلى دول أخرى أوروبية أو غير أوروبية، وليست قسرية، طوعية. نعم، ما هو الطوعية ما فيش حاجة طوعية، ما أنت ما تقتلني وتمنع عني الأكل، ما هو ده برضو مش طوعي، حتى لو أنا خدت هدومي ومشيت عن طريق أي مكان بالتأكيد، لكن ده الهدف الرئيسي من مسألة الممر البحري اللي أمريكا عايزة تنشئه. هو لماذا إسرائيل توافق على هذا الممر وفي هذا التوقيت؟ عندنا 10 آلاف من المساعدات موجودة في مصر ولم تسمح بدخولها وتفتعل مشاكل وتشكك في النوايا المصرية وتشكك في أن هناك عمليات لتهريب السلاح إلى حماس وأنه ما زالت هناك أنفاق، هناك اتهامات. ربما مصر بتحاول تحافظ، بتستخدم استراتيجية ضبط النفس في محاولة لاحتواء الموقف، لا سيما وإنها في موقف حرج لأنها بتقوم بدور الوسيط
ودور وسيط هنا بيلتزم الحيادية ما بين جميع الأطراف، تريد أن يهدأ هذا الصراع، تريد استقرار إقليمي، لا سيما وأن الإقليم كله ملتهب، كل حدود مصر ملتهبة، وبالتالي تحاول أن تهدئ من الصراع وعدم اتساعه، خاصة على الجبهة الشرقية أو على حدودها الشرقية. لكن يعني انا يعني طبعا مش عايز اطيل على حضرتك، لكن نقطه الموقف المصري واللي هو يجب ان يكون بالطبع في قدر من الحياد بسبب ان هو يعني بيقوم بدور وساطه، طبعا هذا مفهوم من الناحيه، لكن اسمح لي، بعد 5 اشهر او اكثر الان وهذا القتل الكثيف للفلسطينيين والتجويع و الى اخره، البعض يقول ان هذا في الاساس سيؤثر على الامن القومي المصري، وهذا ليس في صالح الأمن القومي المصري، وأنت رجل أمن واستراتيجية، ولذلك البعض يقول يجب على مصر أن يكون تحركها أفضل أقوى من ذلك لرد على الاحتلال الإسرائيلي عن ما يقوم به، ليس فقط القتل ولكن حتى إدخال المساعدات عن طريق المعابر بشكل حقيقي ولائق. أرد على حضرتك وأقول لك إن يعني قدرية الجغرافيا هي من وضعت مصر في هذا المأزق. هناك حالة من عدم الاستقرار في ليبيا، وحالة من عدم الاستقرار في السودان، وتهديد لمصادر المياه من الجنوب، وعلى هذه الجبهة أيضا هناك صراع، ونحن نعلم تماما أن هذا الصراع أستاذ أحمد ليس صراع إسرائيلي فلسطيني، وهذا يعني الحقيقة إسرائيل يساندها تحالف دولي، وده يعني لم ينكره الرئيس الفرنسي منذ بدء الأزمة عندما تحدث عن تشكيل تحالف دولي. هناك دول كثيرة تحارب بجانب إسرائيل، هناك مساعدات لوجستية واستخباراتية، وبالتالي الصوت الغربي أقوى من أي مقاومة في المنطقة، وكل دولة لديها ظروفها ولديها حساباتها الخاصة لكي تنأى عن هذه المشاكل بصفة عامة ولا تتورط في صراع. يعني فكرة الحرب لها يعني حسابات. نتمنى أن لا يأتي الوقت سيادة اللواء، وأنا آسف، لدينا طبعا الشيخ عكرمة صبري في انتظارنا الآن، لا أريد أن أستبقي أكثر من ذلك، لكن البعض يقول أن هذه المسألة متشابكة، حتى لا نقول يوما ما أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، بمعنى أن حتى الأمر كما تقول السودان فيها إشكالية، ليبيا الآن، غزة، البعض يقول أن هذا كله إذا انهار في لحظة ما، من عليه الدور إذن بعد ذلك؟ مجبر أخاك لا بطل. يعني خلينا نقول أن حتى موضوع المساعدات الجوية أنا وحضرتك اتفقنا تماما أنها في رمزي ولا تكفي، وأنها نقطة في بحر، وأنها غير مثالية، لكن هي أمر واقع رضيت به إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي علينا خيارين، يا إما أن احنا نرفض من منطلق الكبرياء وعزة النفس وأننا لا نسمح بهذا، وأننا نقبل عشان نساعد حتى ان احنا ننقذ اعداد من اهالي غزه اللي بتضربوا جوعا من شده القسوه ومن شده الجوع ومن شده النيران. ماذا نفعل؟ ناخذ موقف العداء ولا نتفق، ام نلقي ببعض المساعدات لعلنا نكون سبب في يعني استقرار وسلامه العديد، انا اقول مش عايز اقول الالاف ولكن المئات منهم. أيهما نختار؟ هنا أنا بختار يعني أفضل شكراً. الحالات. أنا أفضل يعني أتمنى إن شاء الله تكون حضرتك معنا قريب لنناقش أكثر، الوقت ضاغط علينا بشكل كبير. يعني أكيد في أوراق في المنتصف ما بين الحرب، أن نحارب إسرائيل، تحارب الأنظمة العربية إسرائيل أو مصر إسرائيل، وما بين ترك الناس في مجاعة بهذا الشكل وإسقاط بس المساعدات جو. أكيد ما بين هذا وذاك العديد من الأوراق وأوراق القوى لدى كل دولة، سواء مصر أو كل الدول العربية الإسلامية. أنا بشكرك، أنا عارف أن هذا الأمر يحتاج الكثير من الوقت، سامحني، فالمرة القادمة نكمل من هذه النقطة بإذن الله. شكرا جزيلا اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، كنت معي عبر الإنترنت من القاهرة.